ازيكم؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. طبعا سابقا تحدثنا عن ال conditionals اللي هو zero type, type 1, type 2. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن third conditional او type 3 لل if clause. خلينا اول شيء نتعرف على use اللي هو الاستخدامات او استخدامه، ليش انا بستخدمه. بحكي لك conditional sentence or sentences type 3 refer to a situation in the past. An action could have happened in the past if a certain condition had been fulfilled. Things were different then, however. We just imagine what would have happened in the situation had been fulfilled. معنى اللي احنا حكيناه انه بنستخدم هذا النوع من الجمل الشرطية للحديث عن مواقف. اول اشي تمت في الماضي، ثاني اشي لا يمكن تغيير نتائجها، ثالث اشي نود التعبير عما كان سيحدث او انها تمت بشكل مختلف. يعني بدي اعبر عن هذا الاشي لو حدثت بشكل مختلف. خلينا نشوف الثيرد كونديشنال. نيجي للفورم لإله، بحكي لنا انه او زي ما فهمتكم وزي ما حكينا سابقا انه جمل الكونديشنال لازم تكون عندي قسمين، قسم الاف كلوز والقسم الثاني اللي هو المين كلوز، وطبعا بفصل بيناتهم كما. قسم الاف كلوز رح يكون كالتالي، رح يكون عندي طبعا الاف بشكل اساسي بلس باست بيرفكت. الباست بيرفكت اللي هو هاد زائد فيرب 3 او التصريف الثالث للفعل. جزء المين كلوز بيتكون عندي او لازم يتكون عندي would او could او might بلس have بلس past participle. past participle هو التصريف الثالث للفعل او الفيرب 3. اوكي نيجي للاكزامبلز. نيجي لاكزامبل نمبر 1. if I had had enough money I would have bought the camera yesterday. طبعا بنلاحظ انه بقسم الاف كلوز اجى عندنا past perfect tense. الباست perfect tense هو عباره عن had زائد التصريف الثالث للفعل. طبعا had already احنا لازم نحطها، had هي التصريف الثالث من الفعل have. تمام نيجي لقسم المين كلوز. I would have bought the camera yesterday. طبعا عندنا القسم الثاني اللي هو المين كلوز مكون من would او could، تمام، زائد البريزنت بيرفكت فورم. البريزنت بيرفكت فورم هو عبارة عن have زائد التصريف الثالث للفعل، فصارت I would have bought the camera yesterday. معنى الجملة صار عندنا انه هو اذا كان يمتلك المال الكافي انه كان من الممكن يشتري الكاميرا امبارح. نيجي للاكزامبل نمبر 2. بحكي لنا if I had come home earlier I would not have missed the program. بنلاحظ انه القسم الاول اللي هو قسم الاف كلوز بيحتوي على had زائد التصريف الثالث للفعل. طبعا التصريف الثالث للفعل اللي هو come came come. بنلاحظ انه التصريف الاول والتصريف الثالث للفعل come هو نفسه، فصارت if I had come home earlier اذا انا اجيت على البيت بوقت ابدر I would not have missed the program، انه انا ما راح كنت ضيعت البرنامج. نفس الشيء قسم المين كلوز هون عندنا هو عباره عن would زائد present perfect form. present perfect form هو عباره عن have زائد verb 3. بنلاحظ انه احنا هون ضفنا not لحتى تكمل معنى الجمله. في عندي more examples. نيجي لإكزامبل نمبر 1. إكزامبل نمبر 1 if you hadn't wasted time you could have answered all the questions. فبنلاحظ على قسم الإف كلوز حطينا had plus verb 3. طبعا not هاي عبارة عن نفي فصارت hadn't. you could have answered all the questions حطينا could بقسم المين كلوز plus have plus verb 3.
نيجي لإكزامبل نمبر 2. طبعا إكزامبل نمبر 2 بنلاحظ إنه عكس بين قسم المين كلوز وقسم الإف كلوز، تمام؟ فصارت she'd have come if we'd sent her invitation card. بنلاحظ على قسم المين كلوز اللي هو she plus would مع have وتصريف الثالث اللي هو come، وقسم الإف كلوز عادي حطينا we اللي هو subject plus اللي هي had، طبعا اختصارها ويد، تمام، والتصريف الثالث للفعل من send اللي هو sent. نيجي لإكزامبل نمبر 3. if I had been well I would have gone to school. إذا أنا لو أنا كنت كويس كان ممكن إني أنا رحت على المدرسة. بس للتوضيح أكثر زي ما بنلاحظ she'd عنا she'd اختصارها اللي هي هاي اللي هون she plus would زي ما حكينا، والweed اللي هون اللي مع الاف كلوز اللي هي اختصار لwe plus had. طيب في عنا آخر إشي على ال عنا homework، اختبر نفسك، طبعا هذا على ال conditional 3 أو type 3. اختبر نفسك، في عنا 10 sentences، حاول تحلهم شوف شو ممكن يطلع معك.